بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنكمل ان شاء الله مع بعض دروس الرياضيات للصف الاول الثانوي المنهج المصري الفصل الدراسي الاول العام الدراسي 2017-2018 معاكم ناصر سالم، شغالين في الوحدة الاولى وحدة الجبر والعلاقات، واخدنا 3 دروس وده الدرس الرابع. درس كبير شوية فهنقسمه على جزئين، ده الجزء الاول ان شاء الله. الدرس بيتحدث عن ايه؟ العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها، ومعاملات حدودها. العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الأولى، ده الجزء الأولاني، ومعاملات الحدود إن شاء الله تبقى في الجزء الثاني. جذر المعادلة ايه؟ اللي احنا قلنا عليها بالقانون، يبقى سالب ب زائد الجذر التربيع ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف، والجذر التاني يبقى سالب ب ناقص الجذر التربيع ب تربيع ناقص 4 ألف جيم على 2 ألف. لو انت جمعت الاتنين دول، جمعتهم مع بعض، اجمعهم، ده بالموجب هيروح مع ده بالسالب، هيبقى يدينا ايه؟ سالب ب على 2 ألف و سالب ب على 2 ألف. لما اجمعهم هيبقى ادي 2 ألف اهو، ده المقام واحد، سالب ب وسالب ب يعني سالب 2 ب، يبقى الاتنين مع الاتنين يعني هيدينا سالب ب على ألف. يبقى نقدر نقول لو انا اعتبرت الجذر الاولاني لام والجذر التاني ميم، هيبقى لام زائد الميم يساوي ايه؟ سالب ب على ألف، يعني سالب معامل السين على معامل السين تربيع، على معامل السين تربيع. يبقى ده مجموع الجذرين، يبقى مجموع الجذرين لو الجذرين لام وميم هيبقى مجموعهم يساوي ايه؟ سالب معامل السين على معامل السين تربيع. سالب، ما تنساش السالب ديت، ما تنساش السالب لانها مهمه جدا. لو ضربت الاتنين مع بعض هيدينا جيم على الف، يعني لو ضربت كده وبدات تطير وتظبط الدنيا هيدينا ايه؟ هيدينا جيم على الالف، هيدينا جيم على الالف. يبقى لام ميم اللي هو حاصل ضرب الجذرين هيدينا جيم على الف، يعني الحد المطلق على معامل السين، على معامل السين تربيع. يبقى معامل السين تربيع في الاثنين بس، ما في مجموع الجذرين، يبقى سالب معامل سين في حاصل ضرب الجذرين بيكون الحد المطلق. تقدر تثبتها طبعا، احنا اثبتنا الاولانيين، هسيبك تثبت الايه؟ تثبت التانيين عادي جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص. ناخد بقى أمثلة. بيقول لي دون حل المعادلة أوجد مجموع وحاصل ضرب لجذري المعادلة. يبقى أنا عندي إيه؟ جذري المعادلة، أنا يبقى نفرض جذري المعادلة لام وميم، تمام. يبقى لام زائد الميم تساوي سالب ب على الألف، يعني لام زائد الميم سالب ب اللي هي سالب 5 على الالف اللي هي الاثنين. حاصل ضرب ده مجموع الجذرين، حاصل ضرب الجذرين لام ميم تساوي جيم على الالف، هيساوي سالب 12 على الالف الاثنين، يعني هيدينا كام؟ هيدينا سالب 6. يبقى مجموع الجذرين سالب 5 على الاثنين، حاصل ضرب الجذرين يدينا سالب 6. طيب دون حل المعادله، انا احل الاولى والثالثه واسيب لك الثانيه تمرين. لما اقول لك تمرين الله يكرمك توقف الفيديو وتبدا تحل معايا التمرين. يبقى 2 س تربيع دون حل المعادله اوجد مجموع وحاصل ضرب جذري المعادله. يبقى هتقول بقى نفرض الجذران لام وميم، يبقى لام زائد الميم يساوي سالب ب على الالف، هيساوي سالب ب يعني سالب 1 على الالف اللي هو الاثنين. حاصل ضرب جذرين لام ميم يدينا جيم على الالف، يعني الجيم بسالب 6 على الاثنين، يعني هيدينا سالب 3. طيب ناخد ديت. طيب نفك الاول، هيبقى 2 س في س يعني 2 س تربيع، 2 س في 2 يبقى زائد 4 س ناقص 3 س ناقص الستة تساوي صفر، يبقى 2 س تربيع دي هيدينا زائد الس ناقص الستة هتساوي صفر. خلاص يبقى نفرض الجذران لام وميم، يبقى اللام زائد الميم يساوي سالب ب على ألف، سالب ب
يعني سالب واحد على الاتنين. اللام ميما يساوي سالب ستة على الألف، يعني هيدينا كام؟ هيدينا سالب تلاتة. الجذران زي بعض ولا ايه؟ طب ما طلعوا نفس المعادلة. اي نفس المعادلة، يعني انت ملاحظ ان دي نفسها طلعت نفس المعادلة. ماشي، طيب ناخد مثال كمان. بيقول لي اذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة 2 س تربيع ناقص 3 س زائد ك تساوي صفر يساوي 1، فوجد قيمة الكاف، ثم حل المعادلة في مجموعة الأعداد المركبة. يبقى نبدأ الأول، وعايز قيمة الكاف، بس عاطيني إيه؟ إن حاصل ضرب الجذرين، يبقى نفرض الجذران لام وميم، يبقى حاصل ضرب الجذران يساوي إيه؟ حاصل ضرب الجذران جيم على الألف. حاصل ضرب الجذران اللي هو بيساوي واحد، يعني الجيم على الألف هيساوي واحد، حاصل ضربهما. جيم بكام؟ جيم بكاف، يبقى كاف الألف باتنين تساوي واحد، يعني الكاف هيساوي الاتنين. الكاف جبنا الكاف باتنين، نعوض بقى، يبقى المعادلة 2 س تربيع ناقص 3 س زائد 2 تساوي الصفر. عايز يحل هو في الاعداد التخيليه، خلاص ما طالما ما قاليش باستخدام القانون يبقى انا اقدر ايه احلها باستخدام الاله الحاسبه على طول. يبقى اول قيمه 2 يساوي، تاني قيمه سالب 3 يساوي، تالت قيمه الاتنين يساوي هيبقى 3 على 4 جذر 7 على 4، يبقى 3 على 4 زائد جذر 7 على الأربعة ت، أو طبعا السين إما هتقول له إما السين تساوي كذا أو السين تساوي 3 على 4 زائد ناقص جذر 7 على الأربعة ت. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي إذا كان حاصل ضرب جذري المعادلة كذا يساوي سالب 8 على التلاتة، يبقى حاصل ضرب الجذرين يساوي ايه؟ جيم على الف، تمام، يعني هيساوي كام؟ هنا سالب 8 على التلاتة. جيم بكام؟ بسالب، يبقى سالب جيم على الالف بتلاتة هيساوي سالب 8 على التلاتة، التلاتة مع التلاتة والسالب مع السالب، يعني الجيم هيساوي 8، خلاص. ثم حل المعادلة، نعوض بقى، يبقى 3 س تربيع زائد 10 س ناقص 8 يساوي صفر. ممكن تحلها، نحلها بقى باستخدام الايه؟ باستخدام الآلة الحاسبة على طول، باستخدام الآلة الحاسبة مباشرة. يبقى هنا 3 يساوي 10 يساوي سالب 8 يساوي اعطاني كام؟ اكس 1 ب2 على 3 وسالب 4، يبقى تقول له اما السين تساوي 2 على 3 او السين تساوي سالب 4. مظبوط كده. طيب نحل المثال التاني، اذا كان مجموع جذري المعادله كذا يساوي 3 على 2، يبقى مجموع الجذرين يساوي سالب ب على الف، يساوي كام؟ يساوي 3 على سالب 3 على 2. سالب 3 سالب ديت ولا مش سالب؟ سالب 3 على الاتنين، يبقى سالب ب اللي هي يبقى سالب ب على الالف باتنين يساوي سالب 3 على الاتنين، الاتنين مع الاتنين والتلاتة والسالب مع السالب، يعني ال ب هيساوي 3. يبقى المعادلة 2 س تربيع سالب موجب 3 س سالب 5 تساوي الصفر. طالما ما قاليش باستخدام القانون يبقى انا ايه؟ او حلل، يبقى انا ممكن استخدم الآلة مباشرة. يبقى 2 يساوي 3 يساوي سالب 5 يساوي أعطاني كام؟ 1 وسالب 5 على 2، يبقى تقول له إما السين تساوي 1 أو السين تساوي سالب 5 على الاتنين، وهو المطلوب. بيقول لي إذا كان 1 زائد ت وأحد جذور المعادلة كذا فوجد الجذر الآخر، خلاص يبقى الجذر الآخر مرافق للجذر الأول. طالما مرافق للجذر الأولاني يعني الجذر الآخر يساوي واحد ناقص الايه؟ واحد ناقص الت.
عايز قيمة الألف، قيمة الألف يبقى أنا هستخدم القوانين بقى مجموع الجذرين وحاصل ضرب الإيه؟ وحاصل ضرب الجذرين. يبقى بنقدر نجيب من نشوف كده مجموع الجذرين، يبقى مجموع الجذرين انا ملاحظ هيساوي سالب 2، يعني سالب 2 ما فيهوش الف خالص، يبقى انا مش هستخدم مجموع، هستخدم ليه مجموع الجذرين؟ يبقى نستخدم حاصل ضرب الجذرين، حاصل ضرب الايه؟ حاصل ضرب الجذرين يساوي ج على الالف، يعني هيساوي ج بكام؟ ج بالف على الواحد، يعني بالف. حاصل ضرب الجذرين يبقى نضرب 1 زائد الت في 1 ناقص الت هيساوي كام؟ هيساوي الالف، يعني الالف هيساوي حاصل ضرب عدد في مرافقه، يبقى مربع الاول زائد مربع الثاني، يبقى 1 زائد الواحد هيساوي كام؟ هيساوي الاثنين، يبقى قيمه الالف تساوي 2. فاكرين احنا المرافق احنا خدناه في الايه في الدروس اللي فاتت، المرافق لما للاعداد التخيليه بيبقى مربع الاول زائد مربع الثاني، مربع الثاني اللي هو قدام التاني، اللي هو قدام العدد التخيلي ده. بيقول اذا كان 2 زائد ت هو احد جذور المعادله فوجد الجذر الاخر. خلاص ديت زي اللي فاتت بالظبط، وقف الفيديو حلها، الله يكرمك، وقف الفيديو حلها، ما فيش اي مشاكل، بسيطه جدا جدا، نفس الحل اللي فات، ما فيهوش اي مشكله. في تمرين تاني تمام كده، يبقى ايه درس سهل وبسيط ان شاء الله. ما رضناش نطول فيه فقسمناه على جزئين احسن، بحيث ان انت تقدر تستوعب الدنيا. اشوفكم في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.